أستاذ بادي، يرى البعض أن الإخوان في الأردن سقطوا في فخ أن يكونوا في الواجهة وهم مجرد امتصاص لحالة زخم حول القضية الفلسطينية، ولكنهم لن يحققوا رغبات الشارع الأردني. كيف ترى هذه المقولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك اخي محمد، اشكر تلفزيونكم لاتاحه الفرصه للتحدث في هذا الموضوع. بالتاكيد يعني الانتخابات حدث رئيسي في المنطقه وفي الاردن بالذات. اجراء الانتخابات على النحو الذي جرت فيه حدث كبير، وفي اجواء ايضا بيئه سياسيه كما نعرف احداث في فلسطين، في غزه، في الاردن ايضا اوضاع قضيه اجتماعيه واحتقان سياسي الى حد كبير. حجرت هذه الانتخابات. نعم، باستمرار بما يخص سؤالك، بعد كل انتخابات وبعد كل نجاحات الحقيقة تزداد الأمال وتزداد توقعات من الناس، ويصبح الحديث الناس ماذا بعد وماذا يمكن أن تنجز الحركة الإسلامية من الناس. لا شك ذلك بحمل مسؤولية كبيرة للإخوان أو الحركة الإسلامية نجاحهم في الانتخابات النيابية، لكن الحقيقة يجب أن نضع الأمور في نصابها الحقيقي، وقد يكون هذا يحتاج إلى بعض الوقت لإيضاحه للناس بشكل جلي. ما هو دور مجلس النواب الأردني أساساً؟ وهو دوره في السياسة والرسم السياسي والتشريع، كذلك كم هو حجم الحركة الإسلامية أو نواب الحركة الإسلامية الذين نجحوا؟ ما في شك أنه في زيادة في العدد هذه المرة وفي التمثيل وفي النسبة التي حققوها، لكن ما هو حجمهم بالنسبة للآخرين أيضاً شيء مهم. ما هو مقدار التعاون الذي يمكن أجري بين هذه الكتلة النيابية الكبيرة الرئيسية الآن أصبحت في مجلس النواب مع الآخرين؟ هل هناك استعداد لدى الدولة بهذا الاتجاه؟ هذه كلها معطيات وتساؤلات يجب أن تكون على الطاولة الحقيقة، حتى نحسب حساباتنا إذا كانت سننجز أو لا ننجز بشكل عام. لا شك أن هناك حماس لدى الكل، لدى الحركة الإسلامية، لدى قيادة الحركة الإسلامية بهذا المنجز الذي حدث بالأمس، ويعني قد يكون هناك مفاجأة كبيرة على المستوى السياسي الأردني أن تجري هذه الانتخابات. على الأقل إجراءات يوم الانتخاب كانت إجراءات صحيحة ونزيهة، لكن ما في شك أن ما قبل يوم الانتخاب كان هناك بعض الإجراءات وبعض الأحداث التي لم تكن نزيهة، وبالتالي نصف الانتخابات نزيهة بشكل عام قد يكون معنى كبير وقد يكون دقيق أيضا. مسألة سؤالك يخص هل هو فخ؟ هل هو الحقيقة يعني هذه تساؤلات قد تكون منطقية وموجودة في الشارع والكل يسأل عنها، باعتبار أن هناك تجارب عربية حصلت وتقدم فيها الإسلاميون إلى الأمام وثم يعني أعيد الكرة مرة من أخرى وعاد الحليم إلى عاده القديم من الأنظمة السياسية. هذا متوقع بالتأكيد، كان أتصور أنا أن الحذر مطلوب والواجب أن تحذر الناس، وأن يكون هناك الحقيقة وعي لدى الشارع، وعي لدى قيادة الحركة الإسلامية ولدى النواب ايضا بماذا يمكن ان يفعلون ويقدمون. لا يمكن ان تكون هذه الهواجس مانعه لان يتقدم الناس، صحيح ان هذه الهواجس موجوده وتخيف الاخرين، لكن مش معقول انها تكون تحد من تقدم. لكن استاذ بادي، انا سمعت من كلامك دلوقتي مجموعه اشتراطات حتى يستطيع الحزب انه ينجح، منها تعاون القوى الاخرى مع حزب الجبهه